سارقة كل شيء أوس. ها؟ سارقة. وعندك كل مسارقة تاعها. آه. ها؟ شكون دير الحبة ديالك؟ ولكن أنت على بأس من هذا الشيء هذا، هادشي راه زمان شي بي جاب لي دابا ما منه موها. لا دابا اش كدير في الخدمة ديالك؟ الخدمة ديالي؟ خدام في المارشي أستاذ. المارشي؟ آه. عندك أكثر من 6 ديال السوابق؟ لا لا عندي 5 أستاذ. عندي 5. وكلهم بالسرقة بالتهديد بوسط السلاح. اش كدير بديك الجنوية؟ أستاذ ديك الجنوية راه شن خدام بها. ها؟ خدام بها في المارشي أستاذ تنعس بها. وكتسرق بها عاوتاني؟ لا أستاذ لا تنعس بها أستاذ. ها؟ تنعس بها في مارشي أستاذ بالليل شنطة عساس. صافي شنديها معايا أستاذ ديك الجنوية. قداش نوى ديك السيف اللي كان عندك؟ غير نعتلي أنا عنتيق. قداش ديك السيف اللي كان عندك؟ زين عندك؟ يا أستاذ كانت عندي 12. ها؟ جنوية هي اللي كانت عندي صغيرة. سيف. شوف أحمد. راه المخزن حاط لي أستاذ. علي علي التريكو. لا علي علي زيد علي. ما كاين والو أستاذ. لا غير علي ونشوف أنا بغيت نشوف وصافي. وأنت يا أستاذ كاين شي تراوي. وهذا شنو عندك تما؟ أودي يا أستاذ عقل الصغرى وصافي. ها؟ عقل الصغرى أستاذ. عقل ديال الصغر. آه. ودابا ردات عقلك. صافي أستاذ بارك عنا من هادشي. العقوبة الأولى شحال دوز فيها؟ الأولى ضربت فيها العامين أستاذ. عامين. على السرقة الموصوفة. الثانية آه. شحال دوز فيها؟ 4 سنين. 4 سنين السرقة الموصوفة. آه. الثالثة شحال؟ حتى هي 4 سنين أستاذ. حتى هي 4 سنين. آه. الرابعة. عامين. عامين. الخامسة هي هذه. 6 شهور. 6 شهور. آه. في ماشي. صافي أستاذ مابقاش باغي والو أستاذ. ماشي ما منه والو هادشي أستاذ صافي. كان دير أنت تربي الأسرة وتزوج ودير الدراري. راه برا أستاذ هادشي ما منه والو أستاذ. هادشي ما منه والو؟ والو أستاذ. كنت باغي حباسات؟ آه. ودير عقلك. آمين أستاذ. واش دابا نطلب أستاذ أنا هاد الناس هادو غندير محامي هاد الناس هادو نطلبهم أستاذ يوقفوا معايا. ولا قال لك هاد السيد راه هو أستاذ راه يدك طويلة عليا. إيه؟ آه. إلا قالوا هو أنت هو أنت. راه يدك طويلة عليا أستاذ. صافي. تأخير أسبوع أستاذ غير أسبوع دابا أنت اللي عاد يقول لي فوقاش الأخر مين؟ ماشي أستاذ 15 تسعود لإعداد الدفاع واستدعاء الضحايا ها هما عايشين ولا قالوا شي كلمة صافي عندك السكر والتهديد والضرب ورجعك السلاح واستهلاك مادة مخدرة وحيازة السلاح بالسرقة دير محامي ولا تدافع على راسك؟ ندافع على راسي ما عنديش باش ندير محامي. نعم؟ ما عنديش شحال من مرة دخلت الحبس؟ 6 ديال المرات. 6 المرات؟ اه. أنت داخل الحبس 6 المرات؟ اه سهالة هذه ما بقاش تخرج لي دابا راه عامين ونص أنا دخلت. شحال من مرة دخلت الحبس على حيازة السلاح؟ 4 المرات على حيازة السلاح عاود راجع عاود على حيازة السلاح دابا 2. شكون اللي سرقت؟ سرقت واحد. ها؟ سرقت واحد. لا سارق. سمع تعرف. شوف على ضربه شوف. شوف الضربه ولا ما شفتش شي؟ شايف الضرب. شحال كذا كل ديال الكينات في النهار؟ والله ما تناكل كليت شحال هذه دابا راه 3 سنين. انت كتقول كذا كل 4 الكينات في النهار. 3 سنين. ما عنديش باش تربح محامي ويدي محامي وارضه ما في حالهم. ولا عوال الشرع هذا. ولا حالهم. اش كدير بهذا الموس؟ ماشي ديالي الموس ديال داك الدري الصغير اللي جا مالكم وليتو غير هاد الموس مالكم والله ما داير شي موس صغير عاسك واش هاد التحسينه هادي واش هاد السيد وكيل الملك عنده 6 ديال السرقات 6 سرقات والله ما سرقش سي 4 ديال محاولات السرقه والضرب والجرح في حق القاصر والله ما سرقش ولا ضرب شي حال واحد في بعدك التليفونات والله ما بعتش شي كتبيعهم بالرحل انا لا انا مش انا كاين التليفون اللي كتبيعو ب 200 درهم وكاين اللي كتبيعو ب 800 درهم. واخيرا اعترف بالسرقه وانكر باقي المنسوب اليه. السيد وكيل الملك. استنادا للفصل 141 الذي ينص على انه للقاضي سلطه تقديريه في تحديد العقوبه وتقريبها في نطاق الحدين الادنى والاقصى المقررين في القانون مراعيا في ذلك خطوره الجريمه وشخصيه المجرم وحيث ان هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الخطيرة كما أن المجرم يعتبر
فيه خطورة على المجتمع نظراً لتعدد سوابقه، حيث بالرجوع إلى سوابقه نجد سبق أن اعتقل من أجل احتجاز واغتصاب ومحاولة اغتصاب إلى غير ذلك. لكل هذه الأسباب واستناداً للفصول المرفوعة عليه، لا يسع هذه النيابة العامة إلا أن تلتمس من محكمة الموقرة إدانته ومعاقبته بأقصى ما تضمنته الفصول المتبعة، ولمحكمتكم وسع الله. بعد كنظن اخر ما تكلمت قرر حز قضيه التامل لاخر جلسه. سميتها الملك تصرح المحكمه علنيه ابتدائيا حضوريا باذن الظالم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامه 500 درهم مع السائر والاجبار. تصرح المحكمة علنية ابتدائيا حضوريا بإدانة الظالم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 1200 درهم مع السائر والإجبار في الأدنى مع مصادرة السكين المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية. طبق القانون تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا بإدانة الظالم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم مع السائر والإجبار في الأدنى مع الأمر بمصادرة السكن المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية. بسم جلالة الملك رفعت الجلسة.